منذ صباح اليوم ونحن نتابع مع حضراتكم آخر مستجدات عملية حفر قبر ريان في إقليم شفشاون وتشييع جثمانه لمثواه الأخير. منذ قليل شيعت جنازة ريان وسط تكبيرات حشود من أهالي قرية ريان توجهوا لوداعه الوداع الأخير. دفن الملاك الصغير ريان اليوم، وقد تعالت أصوات التكبيرات والتهليلات والدعاء له بالرحمة في مشهد جنائزي مهيب قادما من العاصمة الرباط لمسقط رأسه بإقليم شفشاون. احتشد أهالي قرية ريان حيث اجتمع الأطفال والنساء والرجال. ختم ريان قصته بعد أن عانى 5 أيام في بئر مظلم وضيق متأثرا بإصابته. 5 أيام قضاها ريان في ظلمة البئر يتألم جوعا وعطشا ووحدة. 100 ساعة وهو وحده في ظلمة البئر وقد لوعته برودة الطقس. 100 ساعة وهو يعاني من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بصخور أثناء سقوطه في حفرة قطرها 30 سنتيمتر. عانى ريان من قصور في الرقبة وفي العمود الفقري. دفن ريان اليوم بعد أن انتزع قلوبنا جميعا معه. رحل ريان وترك وراءه رسائل إنسانية عدة. دمع حوله البشرية جمعاء وهو وحيدا في البئر. يا ريان، قلوبنا كانت تتمزق من أجلك، كنا ندعو لك وكلنا أمل أن تصمد وتخرج لنا سالما. ومن كان يعلم يا صغيري أن لحظة اللقاء هي نفسها لحظة الوداع الأخيرة، وأن فرحة خروجك يغمرها الحزن بخبر وفاتك. شلة الألسن في صدمة وفاتك. ريان الذي أخذ يصارع الموت في باطن الأرض وهو لا يعلم أنه وحد قلوب من يحيا على ظهرها. كتب هذا الطفل الصغير قصته. ريان عمره 5 أعوام، بقي داخل البئر 5 أيام، خرج منها في تاريخ 5 نوفمبر، توفي في 5 من الشهر نفسه. رحلت بعد أن أديت مهمتك ووحدت القلوب وأرجعت إلينا إنسانيتنا. فإذا كان قدرك ساقك للبئر لتعلن عن قصتك، فهناك كم ريان في كل مكان في العالم يشكو جوعا وبردا وإهمالا وألما. وداعا أيها الملاك الصغير، وداعا ريان، يا من برحيلك أحييتنا جميعا.